اليوم ختام الفعالية الثانية اللي هي دورة لكرة القدم من الوزراء القدماء واخواننا المتطوعين. هذه رسالة للمؤتمر القادم اللي راح يكون يوم الاثنين القادم اللي هي انسانية ضد الجوع. المبادرة الذي اعلنا عنها في واشنطن وهي اطعام مليار وجبة. واحب ابشركم بفضل الله سبحانه وتعالى انتهينا من تعهدات المليار الاول ودخلنا في المليار الثاني، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ثم فضل الشعب الكويتي ولا غرابه في ذلك. انتهت المباراه، احنا بالارقام كنا يعني ناقصين شويه 3-4، لكن فزنا بالتيشيرت الازرق التيشيرت الوطني. والشيء الثاني هم فازوا بقضاء الله وقدره، لان فازوا علينا بالاعمار شباب صغار واحنا مثل ما تشوفون. ف يعني انا عندي روح رياضيه وتقبل الخساره، بس لازم احط المعطيات قدامكم. فنهنيهم على الفوز وكلنا فايزين في هذه الفعاليه وهذا المهرجان اللي مقصوده شريف ومقصوده خيري، اغاثه واطعام مليار جائع. مشاركتنا اليوم لدعم هذا المشروع ودعم هذه الفعالية، بالمناسبة تقدم بأجزل الشكر وأطيبه إلى معالي الدكتور عبد الله المعتوب على إقامة هذا المؤتمر وإقامة هذه الفعالية، فله كل الشكر. وأهدي هذه الفعاليات وهذا المؤتمر إلى مقام سيدي صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وسيدي ولي العهد الأمين الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. ما شاء الله تبارك الرحمن، هذا التجمع الرائع من جميع أطياف المجتمع في هذا الوقت المبارك مع هذه الأوطار الأمطار المباركة من الله سبحانه وتعالى، يدل على أن هذا البلد بلد الكويت بلد عطاء بلد خير بلد اهتمام في العمل الخيري. هذا التجمع يدل على أن هذا هو أعظم أنواع الشكر لله سبحانه وتعالى حتى تدوم علينا النعم. إنسانية واحدة فعلا ضد الجوع، عمل رائع وشعار أروع.